مرحبا بكم، كنت أشتاق لكم كثيرا. في المرة السابقة نزل طائر من السماء وسأل الطفلة أن تطير معه في السماء، صحيح؟ ولكن هل يمكن لأصدقائنا في الحقيقة التحليق في السماء أم لا؟ ما رأيكم في الانطلاق في رحلة القصة معا؟ الطائر أحضر سحابة من السماء ونزل لهم مرة أخرى وقال للأصدقاء: أنا أحضرت سحابة يا أصدقاء، هيا نركب السحابة معا ونطير في السماء، يوجد الكثير من الأشياء أريد أن أريكم إياها. سمع أصدقاؤنا كلام الطائر ثم ركبوا السحابة بالتتابع وهم في سعادة كبيرة. وارتفعت السحابة لأعلى ولأعلى في السماء. ومع ارتفاعهم شاهدوا قوس قزح حقيقياً هذه المرة أمام أعينهم، وتعجب أصدقاؤنا من رؤيتهم قوس قزح وقالوا: رائع، إنه قوس قزح لامع وجميل. نعم يا أصدقائي، الطائر أحضر سحابة ونزل، وكان هناك قوس قزح أثناء الصعود فوق السحابة. إذن ما رأيكم أن نرسم قوس قزح الموجود في السماء؟ أولاً نرسم سحاباً في الجانبين. سنرسم قوس قزح الموجود فوق الجبل التي تحيط بها السحب. هيا نرسم سحباً بخطوط منحنية في الجانبين. والآن بينهم سنحاول رسم قوس قزح هكذا. لذا هيا نبدأ من هذه السحابة ونرسمه. بداية من هذه السحابة نرتفع لأعلى ثم ننزل لأسفل وصولا للسحابة الأخرى. وأيضا للأسفل بخط منحن نرسم اثنين، هنا الأحمر وتحته الأصفر. وبعده اللون السماوي. وفي الأسفل تماماً سنحاول الرسم باللون البنفسجي. في كوريا نعرف ألوان قوس قزح هكذا: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق السماوي. ولكن الآن سنحاول رسمه بأربعة ألوان. نرسم أربع خطوط هكذا ونحاول رسم الشمس الدائرية بجواره. نرسم الشمس المشرقة هكذا ثم نرسم أشعتها بخطوط صغيرة هكذا. ثم لنرسم ملامح وجه للسحب هذه المرة. في هذه المرة لا نرسم وجها مبتسما، ولكن سنرسم وجها يضحك بسلام. يمكننا رسمه بشكل منحن للأسفل. الآن رسمنا كل شيء. قبل أن نلون نرسمه ولكن بطريقة مختلفة عن قوس قزح الماضي، سنحاول استخدام الأوراق الملونة. نعم، نلون بالأوراق الملونة. لقد جهزت أوراقا ملونة بالألوان التي رسمت بها قوس قزح: الأحمر، الأصفر، الأزرق، البنفسجي. وإذا نقلبها يكون اللون فاتحا. هكذا لديها لونان على الجانبين.
نجهز الأوراق الملونة هكذا، ثم نبدأ باللون الأحمر. نقص هذه الأوراق لنلون بها. والآن يمكن نقطع الأوراق الملونة هكذا. هكذا. يتم قصها من أعلى لأسفل. ثم نخرج منها واحدة فقط. ثم نقوم بقصها بشكل أصغر. بعد قصها بشكل صغير هكذا، ماذا سنفعل بها؟ سنقوم بلصق هذه الأوراق المقصوصة بشكل صغير فوق قوس قزح. لذلك إذا كانت كبيرة لن تدخل هنا. إذا برزت من الجانب هكذا لن تكون جميلة، لذلك يجب قصها بحجم مناسب لدخولها في الداخل. ثم نجهز الصمغ هكذا، ثم نضعه على ظهر الورقة الملونة. بعد وضع الصمغ نقلبها ونلصقها في مكانها. وهنا أيضا نضع الصمغ ثم نقلب ونلصقها في المكان. وبالمثل نضع الصمغ ثم نلصق. هكذا نلصقها. إذا تشابكت مع اللون الذي بجوارها يكون جيداً أيضاً. وأيضاً يمكن أن نسقطها بخفة. وبعد ذلك نلصق هكذا. إذا قصصنا الأوراق أو قطعناها بشكل صغير جداً سيكون لصقها صعباً، ولذلك لا تقصوها بشكل صغير جداً. وباستمرار نلصقها هكذا. نضع الصمغ، نقطعها هكذا، ونضع الصمغ ثم نلصقها. نكرر هذا هكذا. إذا أدرت أسفل عبوة الصمغ سيستمر صعود الصمغ ونستطيع استخدامه باستمرار. والآن لصقنا الأحمر كله.
يا أصدقائي، لقد جهزت الأوراق وقصصتها ولصقتها بالصمغ هكذا من قبل. لا تعتقدوا أنها صعبة لأنها تستغرق الكثير من الوقت. ما رأيكم في تجربتها مع الأصدقاء؟ حاولوا مع الأصدقاء والمدرس الموجود بجواركم. حتى لو كانت صعبة فستكون ممتعة عندما نفعلها معا. نعم، ما رأيكم بعدما تعلمتم قص الأوراق الملونة ولصقها أيضا؟ طبعا التلوين فقط أمر رائع، ولكن ألا تعتقدون أن هذه الأوراق رائعة جدا؟ نعم، هيا نحاول لصق الأجزاء التي ما زالت بيضاء. وكلما كانت مرتبة ولا تظهر الفراغات البيضاء، كلما بدت الرسمة رائعة. ولكن إذا كانت صعبة فلا يهم سد كل هذه الفراغات. نعم، تم إكمال كل قوس قزح. هذا قوس قزح جميل جدا. إذن هيا نلون الشمس بألوان الشمع. نلون الشمس المشرقة بشكل جميل، ثم نرسم لها تعابير وجه كما رسمنا للسحب قبل قليل. وجه ضاحك. نعم، بعد ذلك نلون السماء بألوان باستيل. بأي لون نلون السماء هذه المرة؟ في الأعلى هكذا. نلون بالأزرق ثم نحاول خلط بعض الألوان هذه المرة. ندلق باللون الأخضر ثم هكذا. وفي الأسفل نلون باللون الأزرق الغامق بشكل خفيف. والآن بعد ذلك ندلك بالإصبع. هل تلاحظون تغير اللون عندما يتقابل مع ألوان الشمع؟ لذلك الآن استخدموا اللون الذي يعجبكم وحاولوا تغيير الألوان. والسحب بشكل جميل. وندلك أيضا أسفل قوس قزح. هذه المرة السماء تبدو وكأن فيها لونا أخضر. نعم، دلكوا بنعومة هكذا. ثم نلون السحب أيضا بشكل خفيف. وأخيرا ندلك في الأعلى قليلا.
ممتاز، هكذا لوننا الخلفية بتدليك ألوان باستيل. اللون الأخضر رائع، هكذا انتهى كل شيء. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ اليوم جربنا رسم قوس قزح ثم لصق الأوراق الملونة. هكذا يوجد كثير من الطرق للرسم والتلوين، لذا يجب أن نجرب لصق الأوراق الملونة ليس لقوس قزح فقط، ولكن لنحاول رسم الأشياء التي تحبونها. ستكون مثل كنوز لكم يا أصدقائي. لماذا تكون كنوزاً؟ لأنكم أنتم كنوز بالفعل. لذلك إلى اللقاء يا أصدقائي المشرقين كالكنوز، حتى المرة القادمة، مع السلامة.